هذه هي أول قاعدة عسكرية خارجية للصين، بنتها في جيبوتي بعد أن عجزت الدولة الإفريقية عن سداد ديونها لبكين. الصين استحوذت كذلك على حصص في مشاريع كبرى في جيبوتي بعد أن مولت مشاريع في الدولة ذات الموقع الاستراتيجي ب14 مليار دولار. فما هي حقيقة فخ القروض الصيني؟ القصة تبدأ عام 2013. الرئيس الصيني شي جين بينغ يعلن مبادرة الحزام والطريق لربط آسيا وأفريقيا وأوروبا بشبكة من الطرق التجارية البرية والبحرية عبر مجموعة من مشاريع البنية التحتية. ضمن هذه المبادرة، الصين قدمت قروضاً بأكثر من 800 مليار دولار. في منتدى التعاون الصيني العربي عام 2018، الرئيس الصيني شي جين بينغ أعلن حرص بكين على تعزيز التعاون بين الجانبين، وخاصة الدول التي تحتاج لإعادة الإعمار. عدم فرض القيود الصينية شروطاً متعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان جعلها خياراً مفضلاً لعدد من الأنظمة العربية، لكن هذه القروض غالباً تكون بفوائد أعلى من نظيرتها من المؤسسات النقدية الدولية. القروض الصينية تستهدف البنية التحتية بالدرجة الأولى، خاصة الموانئ والطرقات والتي تمكنها من تأمين ما يسمى بطريق الحرير الرقمي لضمان الوصول الدائم للطاقة وغزو الأسواق بالسلع الصينية. دول عربية أخرى لجأت إلى الاقتراض من الصين. مصر توصلت عام 2016 إلى اتفاق للحصول على قرض سائل دون الإعلان عن شروطه أو قيمة الفائدة عليه، واتفاق آخر عام 2019 لإنشاء مشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة، اتفاق تعطل صرف الشريحة الأولى منه بسبب طلب الصين ضمانات التزام بالسداد من الحكومة المصرية. رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي توجه إلى الصين عام 2019 للتوقيع على الاتفاقية العراقية الصينية والمعروفة باسم النفط مقابل الإعمار. العراق يودع في البنوك الصينية عائدات تصدير 100,000 برميل نفط يوميا، والشركات الصينية تنفذ مشاريع بنية تحتية بناء على طلب الحكومة العراقية. في الجزائر عام 2016 اتفاق لتمويل مشروع ميناء الحمدانية بشرشال إلى جانب استثمارات صينية في عدة مجالات. ذراع الاستثمارات الصينية امتدت إلى المغرب. عام 2019 بكين تستثمر في مشروع مدينة محمد السادس طنجة تك. في يونيو 2023 مذكرة التفاهم توقع مع شركات صينية لإنشاء مشروع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة. سلطنة عمان عام 2017 أعلنت جمع حكومتها أكثر من 3.5 مليار دولار على شكل قرض من مجموعة من المؤسسات الصينية. الحرب في السودان خطر قد يعطل سداد القروض الصينية للبلاد البالغة عام 2022 أكثر من 5 مليارات دولار. أحد الأمثلة الحديثة هي محطة العطارات الأردنية لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي. عام 2017 عرض صيني بأكثر من 1.6 مليار دولار على شكل قروض لتمويل المحطة. الاتفاقية تنص كذلك على سداد الأردن مبالغ كبيرة مقابل الكهرباء المولدة من المحطة. سعر كبير دفع الحكومة الأردنية عام 2020 للطعن على الصفقة مؤججة معركة قانونية دولية بين البلدين. خارج المنطقة العربية،
تبعات القروض الصينية وصلت إلى مراحل أخطر. شركة صينية أعلنت استحواذها على ميناء هامبانتوتا في سريلانكا عقب عجز البلاد عن سداد قرض صيني. في باكستان، الصين قامت بتمويل 80% من كلفة تطوير ميناء غوادر إثر ارتفاع كلفة السداد على إسلام أباد. شركة صينية أعلنت استحواذها على الميناء وامتلاكها 85% من إيراداته لمدة 40 عاماً. ودول أخرى تسير على نفس الطريق بعد أن أصبحت الصين أكبر الدول المقرضة في العالم.